الحمد لله يا رب الايه العالمين. الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله، والشكر هو الثناء على الله بما يكون منه من نعم. يبقى الشكر ان انا بقول اشكرك يا رب على النعم اللي ايه، انما الحمد انا بحمد ربنا بما هو ايه اهله. قال صلى الله عليه وسلم: ما انعم الله على عبده نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى افضل مما اخذه. يعني لو ربنا ادك اي نعمه مهما كانت هذه النعمه وانت قلت الحمد لله، كانت الحمد لله دي اعظم من كل النعم حتى من الجنه. يعني اهل الجنه وقالوا الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنه، ايه حمدوا بقى الحمد بتاعهم ده عند ربنا افضل من الجنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الحمد لله تملأ الإيه؟ الميزان. في حاجات بتتحط في الميزان وحاجات ما بتتحطش في الميزان أصلا. الحاجات اللي ما بتتحطش في الميزان الحاجات القلبية: حب الله، الرجاء في الله، الخوف من الله، التوكل على الله. الحاجات الإيه؟ القلبية دي ما بتتحطش في الميزان. لا إله إلا الله ككلمة، ككلمة تتحط في الميزان لما الواحد هيهلك. يعني في الأول ما بتتحطش في الميزان، إنما بقى لما السيئات تبقى أكتر من الحسنات يقول لك خلاص حطوها، لأن ما فيش حاجة تعادل لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله دي لا يعادلها إلا الإيه؟ إلا الكفر، وهو مسلم. يبقى لو عمل سيئات وزنها أكتر من أي حاجة وحطوا قدامها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إيه؟ تطب. فمعروف الوزن بتاع لا إله إلا الله، فما يحطهالوش، يخليها له لما يدخل الجنة يشوف بيها ربنا. يشوف بيها ربنا فين؟ الجنة. إنما لو لقاها هيهلك والسيئات أكتر من الحسنات يقول لك طب حطها له بقى، فيطب الميزان ويدخل الجنة بس ما يشوفش ربنا، لأنه معهوش لا إله إلا الله، هي دي اللي هيشوف بيها ربنا. فهم؟ أما الحمد لله كعمل قلبي ما تتحطش في الميزان، ككلمة بتقولها بلسانك توضع في الميزان وتملأ الميزان. يعني أنت لو قلت إيه الحمد لله كده بلسانك من غير قلب حتى دي تملأ الميزان. أنت تستغرب تقول لك ليه تملأ، يعني ليه الحمد لله دي تملأ الميزان؟ ما انت مش عارف يعني ايه الحمد لله، نعرفك يعني ايه الحمد لله. كلمة الحمد دي اسمها الجنس للاستغراق، يعني معناها ان كل حمد، انا بقول يعني كل حمد وقع في الكون أو لم يقع قالته الملائكة أو حمد به الجماد. تقول لي الجماد بيحمد؟ بيحمد. وإن من شيء إلا يسبح بحمد، كل الكائنات ما يطلق عليه اسم شيء بيسبح بحمد مين؟ بحمد الله. يبقى اللي انت بتقولها دي الحمد دي تستغرق جميع المحامد التي وقعت والتي لم تقع في الكون من الملائكة والأنبياء والجن والإنس وشيء فأنت بتقول يعني بتقش يعني يا رب أنا بحمدك بكل حمد وقع في الكون. ده يا أخي مش أنت بتحمد، ده أنت أصلك ما أنتش عارف. ده أكابر العارفين، شوف بقى أنت عشان الواحد مننا جاهل، يعني أكابر العارفين كان نفسهم إن هم يثنوا على الله بما هو أهله. ده حضرة النبي إمام البلغاء قال إيه؟
لا أثني، قال إيه؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا ما أقدرش أثني عليك. فانقبضوا بقى، قال لك مش هنقدر. فربنا قال لهم لا، أنا هأثني على نفسي بنفسي، أنتوا مش هتقدروا. طب هتثني على نفسك بنفسك إزاي؟ تقول يعني إيه؟ هتقول يا رب؟ قال هقول الحمد لله واديتكم إذن إنكم تقولوها الحمد لله. فربنا هو اللي قال الحمد لله رب العالمين، وأنت اللي قلتها. وأنت تقدر تحمد ربنا؟ وأنت تقدر تثني على الله؟ فيا جماعة الحمد لله دي حاجة كنز من تحت، كنز كبير، إن ربنا يديك إذن في إنك تحمده حمد هو اللي قاله لك. أدي الألف واللام، زائد إن الجملة دي جملة اسمية تفيد الاستمرار، يعني أنا بحمدك بكل حمد وقع في الكون أو لم يقع على استمرار الكون أزلا وأبدا. يلا الجملة الاسمية بقى، كان يقول إيه؟ أحمد الله، لا دي جملة فعلية، أحمد يعني أنا بحمد، إنما الحمد يعني على طول مستمر. وتجد يا أخي هنا بالذات الحمد وقع بين رحمتين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني كأن الحامدين بين رحمتين، في أولهم رحمة ويقولوا إلى الإيه؟ الرحمة، حاجة في منتهى العظمة. تقول لك الفتحة دي مليانة أسرار، الفتحة دي يا جماعة مليانة أسرار، ولذلك تكررها كل يوم، واجب عليك أنك تكررها كل يوم 17 مرة، ده الواجب. طب قولها أنت بقى لوحدك، يعني خدها بقى ورد، فتحة الفاتحة ورد، خليها على لسانك على طول. أديك خدنا حاجتين اهو، الله والإيه والفتح، خليها ورد لك. فالعلماء اللي هم أهل الظاهر يحمدون الله على ما وفقهم به من امتثال الأمر واجتناب الإيه؟ النهي. والعارفون يحمدونه على إمدادهم بالأنوار، مش كده؟ يعني العارف بالله يحمد ربنا على إيه؟ على الأنوار اللي نازلة في إيه؟ والواقفون يحمد الله تعالى على ألسنتهم نفسه، يعني بهم يحمد نفسه، لأن هؤلاء الواقفون هم فانون ومستهلكون في الله، حتى كان الله تبارك وتعالى هو سمعهم وبصرهم وكل قواهم وكل إيه. فربنا هم مش بيقولوا الحمد لله بلسانهم، لا ده ربنا هو اللي بيحرك لسانهم بيحمد نفسه بإيه؟ بيان بيان الحق أنت لسانه، وكل معاني الغيب بيان بيان الحق أنت بيانه، وكل معاني الغيب أنت لسانه. اللي هم الإيه؟ الواقفون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يحب أن يحمد. يا سلام، يعني ربنا ما بيغضبش بس بيفرح، بيفرح، الله أفرح بتوبة أحد، مش كده؟ بيفرح ويضحك، مش كده ولا إيه؟ فرح ربنا يا أخي،
اطلب منه ان الله تبارك وتعالى يغضب على عبده لا يساله. من لا يسال الله يغضب عليه. اهو يا سلام، اهو ده تجلي، ده تجلي اسمه الغضب، بس مش الذات، يعني الذات الالهيه ما تغضبش، ولكن ده تجلي منها بالايه؟ زي ما هو ده تجلي برضو بالايه؟ بالفرح. يعني ما تقول يا رب اللهم ارزقني وارزق اولادي، انت مش قصد بقى انك ايه يعني، ما هو رزقك يعني، انت بتقول له ارزقني عشان يرزقك؟ لا، هو ربنا بيفرح انك ان عبده يساله، فانت اساله عشان يفرح، بس بقى فرح ربنا اكتر عندك، ولا ان ربنا يديك فلوس وربنا يديك الحاجات اللي بتسالها؟ انت بتسال ربنا ايه؟ يا رب اديني عربيه. واحد تاني بيقول يا رب اديني عربيه، دوت بيسال عشان يفرح ربنا، عشان فرح ربنا عنده احسن من العربيه. والتاني لا، هو بيسال عشان عاوز عربيه، ما يهموش بقى فرح ربنا، دي مش فهمت بقى؟ رب العالمين وكل مربوب بالله مرحوم برسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ للعالمين، والعالمين كل ما سوى الله، والحمد لله رب الإيه؟ العالمين. يبقى كل إيه؟ كل مربوب لله مرحوم إيه؟ شفت القاعدة دي؟ قاعدة